وهذا سائل يقول: هل يجوز إصلاح الأجهزة الإلكترونية علما بأن الكثير من العامة يستعملها في الخير والشر؟ إن كان الغالب أنها تستعمل في الشر فاجتنب ذلك، وإن كنت لا تعلم فالأصل في هذا هو السلامة. فمثلا السكين قد تستعمل في الخير وفي الشر، ولكن الغالب هو ماذا؟ في المباح، الغالب في المباح. كذلك الجوالات التي ليس فيها كاميرات، الغالب أنها تستخدم في ماذا؟ في المباح، الغالب تستخدم في المباح. وإلا يوجد من الناس من يستعملها بغير ذلك، ولكنه قليل نادر. وهكذا قل في الأشياء الأخرى. وأما إذا كان يغلب الشر على الخير فتجتنب ذلك، فهو مما يكون به براءة الدين، وبينهم أمورهم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله أعلم.